وأدردارك رسولك صلى الله عليه وآله وسلم سدوك لوحي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض كتابك يسندنا كالهر مايان إلا أي ويمادان حوضك يدرك لقعب لها إلا رسولك صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة ضدك مركي أومان وحلسي دروين بلسي إن أعطيناك الكوثر دركا وحاك عبيا وإمانا يسوء روريا قفك سو سنة رسولك صلى الله عليه وسلم راعي قفك سو كتابك الله سبحانه وتعالى راعي من ربطا مركا مركا لأومي هاي إن درك رسولك صلى الله عليه وسلم كعبته كتابك الله سبحانه وتعالى يسنة ديسا أن رعنه ودردارك رسولك صلى الله عليه وآله وسلم طيب رسولك صلى الله عليه وسلم أدبو أدكي كتابك الله سبحانه وتعالى إن لراعو سنة دي سنة لراعو حديثك لي وصحيح ابن أبي عاصم في السنة وكسو صاري وحورنا يصحابك جليلك العرباض ابن سارية رسولك صلى الله عليه وآله وسلم وحير تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيق عنها إلا هالك بل حديثك أفر صدى تركتكم وحان إذن كتغيب ويرون إذن ريبي رحل أهان إلا نبيض مال مين النوغتين دين بي كتغين علمي بي كتغين وحان إذن كتغي مثل البيضاء على مثل البيضاء مدعد أوكالي شيء عبد ووحو سخا إلن كؤولين وقفك سواركي كرام وقتا يعني إذن كتغي بويري ليلها كنهارها هبين كذا يمالين تيذا واسكو مد مالين تسيذا وحلو أركا هبين كيلو أركا وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم لا يزيق عنها إلا هالك سنة رسولك أكتغي إيو كتابك أودر دارمي وحاك اللي حانيا وديديا قف هلاك سمي بديديا ولا ليال الله سبحانه وتعالى جل في علاه وبقوله يهتدي المهتدون آيذا بضم باكتابك سكسو أروري ونتسيس قفك مسلمك كبورينيس إنو راعص نظر رسولك صلى الله عليه وآله وسلم سيدوك لنا وقدقيس إنو خلافه قولك رسولك صلى الله عليه وآله وسلم يوحي حقي وليمد يهنون محايا لي رسولك صلى الله عليه وسلم الله خلافه وحي كينيسا فدني كينيسا وحيابها فتن ككينا يقفك الدين تيسا ضعيفية كينيسا الدين تينو كبحو وحيابها أقوين وحاكم إذا مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم آيادها الله سبحانه وتعالى قرآنك وكشيك وحاكم إذا الله إنو يري وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وأن هذا الله بوحو لي وأن هذا كان صراطي مستقيما وجدك يجيت وصناويا جدتك الله سبحانه وتعالى مركو تلماما يو مركز القرآن كوحى الراعى مستقيم اهدينا الصراط المستقيم هذا صراطي مستقيما فاتبعوه راع الله سبحانه وتعالى سقاك أمي خلقي كان سقاك سميي عقلي كان سقاك سميي
وحقرش وكسيي حيوانك وكابدلي الله بوح كليه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل جدك توصل جدد باكبحا سيد عبد الله بن مسعود وتلمامي جدد كاس جدك توصل كبحا يا شيطانك وتاغن هي جدك ويريو ورجدك الراعنا فتفرق بكم عن سبيله جدتك هذه الراع وحويان جدك الله بكال لحنيسا تاسو الله دردارمي آيده القرآن كتصي رسولك صلى الله عليه وآله وسلم سنة دي سئن للراع ولا قد قو يا كتابك أولي من الله جل وعلا وحويد وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة قف مؤمن إله الرمي يقبر إله الرمي سي أمسقنان إذا قضى الله ورسوله أمرا الله يا رسولك سهدي شيء حكميان وأي أمران أن يكون لهم إن يجو أهات الخيار دورشو من أمرهم إن شيك له دورتان أو تخير إلي مادان أمرك الله سبحانه وتعالى أي كدورتان أمر كود أي كدورتان قف إيمان لأم سجناني سيدا أودي هذه لا أركو قف أمرك إلهي كي رسولك كدورانيا وحو إسقو جعليا هي قف كإيمان ماله ويا الله وحير وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا قفك الله كعاسيا يا رسولك سنة كعاسيا وحو لمي لمد آدي أدو عظم وقتا إلا ولا قران كرا قفك رسول صلى الله عليه وآله وسلم يا الله خلافة ولا قران إنو لمي دقن كيسا لغو قران يا جيتكو كس عضبا لغو قران كر كيسا لغا قران يا عمل كو سمعين يا لغو قران يا آيادها سيدو كالي تلماما يا قفك مسلم كا إنو اسك إلالي رسولك إنو خلاف وحكم إذا الله حير فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فليحذر الذين يخالفون عن أمره هكذا دكتونا دين وهسك إلاليين كو خلافيا رسولك صلى الله عليه وآله وسلم أمر كيس خلافيا سنة ديس خلافيا أن تصيبهم فتنة فتنة إن أصيبت وهذه خلافا فتنة كل عيسى أو يصيبهم عذاب أليم أما وأصيبوا عذاب حنون جسا هاي اسك إلالي قفكي رسولك خلافة صلى الله عليه وآله وسلم أمر كيس خلافة أما فتنة كل عيا وحيربو كبالله بإنو ديدو مركو أقوه الرئيسة سيدو أصعدو أصعدو مركو دنب دين تو ديدية مرك دم رسولك وديده يا صلى الله عليه وآله وسلم أمرك رسولك هل اسك إلالي إن لخلافه ابن كثير وحيري في تفسيره الحافظ إسماعيل ابن كثير القرشي أبو الفداء وحيري أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وحلق وضع ولقود يدين أمر رسولك إن خلافته سبيل كرسولك خلاف جدك رسولك منهاج كيسي إيه شرعي وكسعده خلاف جدك سيها كلي حنن سنته بلق وضع عن أمره سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خلاف
شريعتيسا خلاف محايا لقفك شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم دو خلاف فدنو كدعيا كد ابن كثير روحه يري فليحذر روح الله قوضا يري فليحذر الذين أي فليحذر وليخشى من خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم باطنا وظاهرا أن تصيبهم فتنة ورها اسكا إلاليو أو هكا عبصدو قفك خلاف شرعك الرسول كي يجد كيسا باطنا هو صهان خلافا أما ظاهرا موقشهان خلافا قفك هدو رسولك صلى الله عليه وآله وسلم أورك كرمين وايو وظاهرك وحو تصيا إنه مسلم يهي هذا أورك وصنة ذي كالنعب يهي قفك فدنو كدعي أما قفك وحو شاقال يا رسولك إنه جعله صلى الله عليه وآله وسلم ظاهر كيسين كما مقضى ومن بسنة يا سيدي رسولك أول لبسن جري ومن لبسنة يا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قبلها مسلمات أما حاسسك يا رسولك هو يكيني سيدي أول لبسن جرين ومن لبسنة يا ومخالفة ويان قفك مركا ظاهرا وباطنا رسولك دور راعي وايو فدنو قدعيا سيدة سولية هاي ابن كثير في تفسيره أن تصيبهم فتنة أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك قفك رسولك خلافة فدنو قدعيا أم عذاب قدعيسا في النظر وكل عيو حويان رسولك هذا خلافته حلقيا بقال ما ينطق دعضه نفاق ينطق دعضه بدعاء ينطق دعضه أما وحلقيا برسولك هذا خلافته إن حد لقاؤه فيه زنا تقول دعضي نعوذ بالله من ذلك قفك زاني للمحصن وحويان واحد سما رسولك خلافتي صلى الله عليه وآله وسلم أو حد بلغاء وقي حد كم حاكي يعني مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم أما حبسي بلغو قلي حبسي قو حاكي يعني مخالفة الرسول في دنة تاس وكفصيري آيادها سيدوك لتصي رسولك صلى الله عليه وآله وسلم إن الراعي الله أبرى رجي في كتابه الكريم وحاكم إذا الله إنه يلي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والإيمان هدى الذي هين المؤمنين تهين رسولك وحا إذن كسوغا أسوة قديشة وناكسا يا رسولك قديس أنا يا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قف يوم القيامة كعب صنية رجينية إني إيمان يسوع إلهي رجينية خير كيسا ينعم ليس رجينية وذكر الله كثيرا الله نئم بضن حسا كاسي رسولك قد يشاء وقسقناتي سيدة أودد ولا ليا الحل دون يا إن كتابك الله سبحانه وتعالى يسون نذيسا قفك مسلمك وكدقو إن المنهج كدق أنه وشي سهلا مثلا حال واسح عني أو أنسوك عني بل سنظر سيدي أوفي عنت مركات سوك عضي إلهي ما أشكر سي ورسولك صلى الله عليه وسلم وحكسونا ضي ما أخر سي إلا رسولك صلى الله عليه وآله وسلم أبينك يا مركو صوكع وحوده جرى الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور إلهي بأما هضل نفتا نقصو عليي مركان لمن كذب حقي سانا ربي أنقنينا طيب
xilligaas oo kale rasuulkeena sal allahu calayh wasalam wuxuu yidhi qofkii ducaysta oo subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah yidhaahday weysiista ducadiisa waa la aqbalaa. Waad soo baxday ee gurigaaga ayaad ka soo baxday ama waxbarashaad u socotaa ama irsaaqad xalaal baad raadinaysaa, sunnadii rasuulka ma soo raacday? ilaa rasuulkeena sal allahu calayhi wa aalihi wasalam qofka gurigiisa markuu ka baxayo yidhaahdo wuxuu yidhi bismi illaahi tawakkaltu cala allah allahuma inii acuudu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala calaya. Qofka yidhaahda waa la ilaaliyaa, shaydaanna wuu ka fogaadaayo, waa laga dheereeyaa. Masaajid baan soo galnay, sunnada rasuulka sal allahu calayhi wasalam waxaa ka sugan marka masjid la gelayo in lugta midig lagu soo galo, kadibna bismillaahi qofkii inuu yidhaahdo, nebiga uu ku salliyo sal allahu calayhi wasalam bismi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah allaahuma iftax lii abwaaba raxmatik, rabbiyow raxmadaada iridaheeda ii fur. Ilaa waxaad u socotaa meel malaa'ig ay joogto ay imaanayso, alle subxaanahu wa tacaala raxmadiisa ay soo degayso, alle subxaanahu wa tacaala malaa'igtiisa ay subxaanahu wa tacaala isagoo ugala socodsiinayaan. allah jala wacalaa aayaddan soo marna wuxuu leeyahy laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana, uswadaa wanaagsan ee rasuulka waxaa la doonayaa bilcamali inaan ku raacno. ila qofku wuxuu jecel yahay saaxiib buu ka dhigtaa soo maa, wax kastood qabanayso sunnadii rasuulka haddaad ku dabaqdo rasuulka sal allahu calayhi wasalam xubbigiisaa ku gelaya, waxaad noqonaysaa qof kitaabkii alle subxaanahu wa tacaala weyneeyey, sunnadii rasuulkana sal allahu calayhi wa aalihi wasalam raacay. aayadaha qur-aankee tusaya sunnada rasuulka in la raaco waxaa ka mid ah, allah wuxuu yidhi qul in kuntum tuxibuuna allah fattabicuunii yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum wallahu ghafuuru raxiim. qul in kuntum tuxibuuna allah, nebi maxamed baa waxaa lagu leeyahy sal allahu calayhi wasalam nimankan ku diidan ee kaa hor yimid ee shaacir iyo majnuun kugu haya haddana sheeganaya inay ilaahay jecel yihiin, innaa wajadnaa aabaa'anaa calaa ummay leeyihiin, soo maha diin horaan haysanay wax cusub baan noo keentay. waxaad ku tiraahdaa in kuntum tuxibuuna allah, haddaad alle jeceshihiin fattabicuunii iraaca, yuxbibkum allah, allah idin jeclaan, wayakfir lakum dunuubakum, dembigiinnana wuu dhaafi, wallahu ghafuuru raxiim. bal u fiirso rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam sunnadiisoo la raaco waxaa lagu helaa jacaylkii ilaahay subxaanahu wa tacaala. ilaahay hadduu ku jeclaadana jibriil baa ku jeclaan, malaa'igtoo dhan baa ku jeclaan, kadibna dadkoo dhan baa ku jeclaanaya. jibriil baa wuxuu odhanayaa war ninka hala jeclaado, ummaddoo dhan baa ku jeclaan. ilaahay muxuu kugu jeclaan markaa? itibaac annabiyi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam, rasuulka inaan raacno. qul in kuntum tuxibuuna allah fattabicuunii yuxbibkum allah. sidoo kalena itibaacu rasuuli waxaa lagu helaa yakfir lakum dunuubakum, dembigaaga waa la dhaafi. haddaad u weysaysato sida rasuulku u weysaysan jiray sal allahu calayhi wa aalihi wasalam, ummunaa caaisha siday u labisan jirtay, ummunaa caaisha siday dadka ugu gargaari jirtay radiyallahu canha ama khadiija, ilaahay dembigaaga uu dhaafo. wayakfir lakum dunuubakum wallaahu ghafuuru raxiim. sidoo kale tafsiirka ibnu kathiir
ورنتي تفسير آديات ويا بضنا الحافظ وحوليها هي آيات مركو فسيري هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله سبحانه وتعالى وليس هو على الطريق المحمدية آيات وحي حكمين يسايو يري على كل من ادعى محبة الله قفك الصوشك تجعيلك الله سبحانه وتعالى وليس هو على الطريق المحمدية لكن أنا كنت أصنين طريق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ضد بضنبا وحي أرانيا إلهي بان جعلنا هاي إلهي بان جعلنا هاي ربي بان جعلنا هاي سيدال لغو قرانا يا مركا قفك إنو إلهي جعليه وإنو طريق النبي محمد راعا هديك لو نقونا يا بين لو نقونا يا فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشر المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله قفك جعلك وشيغنا إلهي إنو جعل يهي باب من نقونا يو إلا شرع نبي محمد وكراعو إلا دين نبي محمد وكراعو في جميع أقواله وحكسو كهض ليو دين نبي محمد إلا وكراعو وحكسو سمين يو دين نبي محمد إلا وكراعو ما دون يسامرك إلهي إنو كجعل هذا كتابك الله سبحانه وتعالى يسو نظر رسولك صلى الله عليه وآله وسلم كدك إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه وهو محبته إياكم هذا رسولك الرعدان محبتي أتشيغين إسين إلهي إنو إنا جعشهين متكسر ريساد هليسان أو إلهي إنو كجعل هذا إلا نذيق قفة دا جعشهي وحاكسي في عن صوماها إلا قل له قفك وكجعليه ها قفك سان جعل هاي إلا وصو شيء قل له ورقفك سقاب وكجعل وصدا سو مركا رسولك صلى الله عليه وآله وسلم قفك راعا إلهي بجعلان وحيابها لغو هلو سيدوك لي رسولك الله راعه صلى الله عليه وسلم سنة سي كتابك وليمين وحاكم إذا قفك كتابك الراعة سنة رسولك صلى الله عليه وسلم راعة وحخوف وعبصنا يمالي قبرك كعبسن مايو آخرك عبسن مايو يوحك الدعاء أدوية أن أخوف مايو مرقنا سيدوك لكل عميسو قفك هديك رسولك صلى الله عليه وسلم راع لكن قفك كتابك يسنة الراعين ما انتظرنا مرق بها يسد وحولي يتلو مماشا سلقو استاقي دونا ما قبرك لقو استاقي ما صراطك لقو استاقي دونا ما جهنمات قلي دونتا والولكا وحا أكيني عبسدا سنة كتابك وكفك هذا الله جل وعلا وحو يري فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن تبع هدايا هنوك يقفك الراعة فلا خوف عليهم وحبسيه دش ضم أهانين إهل كاقو عبسن ميسي كتاب قال سبحانه وتعالى سنة هدات الرعض مستقبل كاقو عبسن ميسي ويهديكي به رعضي ولا هم يحزنون منا مرقيان آيات كلان على الوحوير فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى قفك هنوك يقرع لم المايو ضدك بضنا وحال لمية وحانا كتابك يسنة هين بين راعان ولقو أخريا ولقو بوحيا الله نوحو ليهي فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري قفك كتابك إلهي كجستنا فإن له معيشة ضنكا
ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي. الله جل وعلا سيدة سولي قفك كتابك ألا كجيستا وحو قليا نولو آدياد وأدك محيدتك وقع على عليان نولو الأدك محو قفك أولي هي معيشة دي ويأتكاتي وحلق قدن كرمالي لقم النولان كرميشان وإن المالك لأقورنا قفك وحكيني هنونك إلهي بوسان راعين كتابك إلهي بوكجيستي يوم القيامة أنا كدرن ونحشره يوم القيامة أعمى. مفسرين تقاروا حليهن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. سلفك وحكو فسري جن عذاب القبر بولي قفك كتابك إلهي سنة كجيستا ولا ليال قفك إيمان كامل لجهل مايو إلا كتابك الله سبحانه وتعالى وحكم تغموي وحال دونيا أدي أرينكو قبسته وأددو حسكو قبستان وخلاف أوي ماذو إن أد حكمك إلهي آدان وأدكو حكم تكتان مالك للا آذي مايو طاغوت إن لا آذو يا محكمة شرعية يا دين تانا حكمين وحكى الصور دعاء قفك إيمان كالي وإنو يره ذا ورنقوك لصار الكتاب والسنة كتابك إلهي وسنة رسولك صلى الله عليه وآله وسلم زوجك بادس قبصتين هل كاتكو كالب حيسان الكتاب والسنة درس بادس قبصتين وحاتكو لكالب حيسان كتابك الله سبحانه وتعالى سنة رسولك وأنا على مضاه لقو قرتو دتك إيمان كالي وإلهي إيمانك أوسيي وإلهي أوهنونيي وإلهي خير الله دوني كتابك إلهي سنة أي أحكم تغيان. الله جل وعلا وحيري فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك ربك أي قد أرتي النبي محمد لا يؤمنون ذاتك إيمان لجه لمايو ومؤمنون نقول مايان حتى يحكموك إلا أي كاغسو حكم تغان ويكوي مادان ويسو حكم تغان حقاقا محي وإيمان أيان إن دحضوض لو حكمو فيما شجر بينهم وحدحضوض دعاية خلافة. أهل الإيمان وحلقو قرتا كتابك الله سبحانه وتعالى يسنة رسولك صلى الله عليه وآله وسلم أي آذان آيادها القرآن كهدان انتهى كقبحنو أحاديث رسولك صلى الله عليه وآله وسلم تصيص كتابك يسنة إلا الراعو وقت فتن كان اللقودقو وحكم إذا قولك رسولك صلى الله عليه وآله وسلم حديثك بخاري مسلم إيسو صارين من حديث أمنا عائشة رسول كان صلى الله عليه وسلم إنه يري من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قفكي كان صدح قليا دين تينان يا أمر كينان وحانا كم بذهين فهو رد ولقوع لنيا. روايتك لنا وحي أهيد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قفك دين تنكو صدر وحانا كم بذهين سعلم هذا ماذا نركن دين تدفع ذا الربانيون مركي أركان أما مقلان قف مبتدعة ودين تألي سبحانه وتعالى كتابك يسنة وحانا كجر شيقي أما تفسير أنا سقنين ساري آيذه قرآنك علم ذوير الديان وحين كدي سنة يا رسول كينا صلى الله عليه وآله وسلم هو نفسنا كما أهر الدين تألي الردين أيه أما نفتوض إني وينين أيان
waa diin difaacid iyo rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam sunnadiisa loo gargaaro ahadiitha sidoo kale waxa kamida rasuulkeena sallallahu alayhi wa alihi wasallam uu baraarujiyay saxaabadana ku baraarujiyay sunnada inay ku dhagaan hadiidki al-arbaab ibn saadiya rasuulkeena sallallahu alayhi wa alihi wasallam maalmaha kamida culimmadu qaarkood waxay leeyihiin muxadisiinta waqtiga saxaabada uu la hadlayay salaad subax bay ahayd bacda alfajri buu istaagay rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam waayo waqtiga dadka qalbigooda maasha allah waa saafi hurdee ka soo kaceen ninka masjid yimid ilaahay dartiiba u yimid inuu fajar ka soo tukado waqtigaasuu rasuulka saxaabada la hadlay alcirbaad wuxuu leeyahay wacadana rasuulullaahi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam rasuulka alle ayaana wacdiyey mawcida baliiqa wacdi aad iyo aad u xeel dheer buuna wacdiyey darafat minha alcuyuun indhihii baa la ooyey wacdiga rasuulka una wacdiyey waa wajilat minha alquluub quluubtiina way cabsatay oo rasuulkeena sallallahu calayhi wasalam naar iyo janno iyo qabri iyo waxa la mutaysanayuu ka sheekeeyey rasuulkeena sallallahu calayhi wa aalihi wasalam qaala qaa'ilun saxaabada nin ka mid ee wacdigii dhagaysanayey baa wacdigii aad iyo aad buu u taabtay riwaayad kale waxay leedahay qulna waxaan nidhi ama nin saxaabadii ka mid ah wacdiga markuu dhagaystay wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi ka'anna haadihi mawcidatu muwaddicin rasuulka allah wacdigan wuxuu u og yahay wacdi qof dadkii sagootinaya rasuulka allah waadna sagootinaysaaye famaadaa ta'murunaa aw tachad ilaynaa rasuulkii allow maxaad ballan nagula gelaysaa maxaadna amraysaa famaada ta'muruna saxaabiga jaliilka sidaasuu leeyahay alcirbaad nin baa sidaa yidhi faqaala rasuulkeena sal allahu calayhi wa aalihi wasalam muxuu dardaarmay waa dardaarannadii uu dardaarmayay waqtigiisa markuu soo dhowaaday uusiikum bitaqwa allah waxaan idiin dardaarmayaa cabsidii allah wasamci waaaaca iyo maqal inaad maqashaan dadka idiin xukuma iyo waaaacati inaad adeecdaan wa in cabdun xabashiy riwaayad kale waxay leedahay wa in ta'ammara calaykum cabdun xabashiy qofka madaxda idiin ah haba ahaado addoon xabashi ah fa innahu man yacish minkum fasayara ikhtilaafan kahiira war ninka noolaada idinka idinka mid a wuxuu arki doonaa khilaaf aad iyo aad u badan dadkii iskhilaafsan kala tagsan dagaalamaya isxamanaya wax iska sheegaya kala cararaya baad arki doontaan rasuulkaale waqtiga sal allahu calayhi wa aalihi wasalam fa calaykum bisunnati sunnadayda ku dhag uu yidhi waa dardaarankiisa ma aha famaada ta'muruna famaada tachad ilayna calaykum bisunnati wa sunnat alkhulafaa alraashidiin almahdiyiin sunnadayda ku dhaga sunnada khulafadana ku dhaga waa khulafadii rasuulka sal allahu calayhi wa aalihi wasalam abu bakar asidiiq sheekhu lmuhaajiriina waalansaar cumar almukhaaab man kaana shayطaanu yafiru minhu cuثmaan ibn cafaan dhunuurayn wa cali ibn abi طaalib ibnu cami اnabiy sal allahu alayhi wa alihi wasalam khulafada ayuu amray sunnadoodii in lagu dhago tamasakuu biha wacaduu calayha biالnawaajid sunnadaa ku dhaga wacaduu calayha biالnawaajid goos dambeedkana ku qabsaduy rasuulkeena sal allahu alayhi wa alihi wasalam sunnadoo la qabsado markaa oo lagu dhago alkitaab wasunna waqtiga fitanka waa dardaarankii rasuulka sal allahu calayhi wa aalihi wasalam arrimahaasoo dhan walaalayaal waxay ku tusayaan zabanulfitna waxaa looga bixi karaayo qofka diintiisa ay ku badbaadi kartaa inuu ku dhago sunnadii rasuulka sal allahu calayhi wa aalihi wasalam iyo kitaabkii alle jalla wacala dadka
كتابك هي سنة الراعة هذا ملائكة أدعينيس وحن صمر أن إلهي نجعلان أيو سبحانه وتعالى سنة الرسول كهداد راعضه يو كتابك الله سبحانه وتعالى ملائكة ذوي كود عينيس الله جل وعلا وحير في كتابه الكريم في سورة الغافر ملائكة إني كود عينيان ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك إله دنبي قوضة أداف للذين تابوا كوا إله أصول نقضي واتبعوا سبيلك جدك هذا الراعي وقهم عذاب الجحيم جهنم يا جحيمنا ربي وكإلالي ربنا وأدخلهم جنات عنين التي وعدتهم إله جنة هذا قلب إليه ملائكة بأدعينس ومن صلح من آبائهم سنة قفك الراعة ملائكة آبيالك بأدعينس هذا آبيالك ملائكة بأدعين سنة الراعة دي درتي دي كتابك الله سبحانه وتعالى طريق إيسا وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم سنة الرسول كان صلى الله عليه وسلم سيدوك لنا وفك كتابك الرعاء الله سبحانه وتعالى سنة ذي سنة الرعاء الرسول كان صلى الله عليه وسلم ودعي سيد حديث صحيح إمام أحمد وصوصاري والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رسول كان صلى الله عليه وآله وسلم وحيري نظر الله امرأ سمع منا شيئا إله قل أن وجهي سيفي وجهي سيله نور يال قفكي وركينا مقلا وحيرنا مقلا سندينا مقلا أو فبلغه كما سمعه قارسية دتك أسي شيئا ونا قارسية سيدي وو مقلي فرب مبلغ أو عام سامع وحبضان وآديات وبضان دات سنة لقارسيي وكغفي عانو وكغدا وغوناكسن قفكي صوم مقلي بكغفي عيهن ولا ليال دردارا كان نمانت إن شاء الله تعالى وحويان كتابك الله سبحانه وتعالى إنان كدقنو يو سنة رسولك فتن كجرا زبن كان وحاد أغبحي كرتا يوتكبت بادي كرتا كتابك الله سبحانه وتعالى ولقب صدق إيه سنة رسولك صلى الله عليه وآله وسلم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها نبوحوا يسوع رسولك أمانة صلى الله عليه وآله وسلم سيدو الله أسميييو سورة ديسة ونكسنا دبيع ديسة سما عيب كسل سنا سورة ذهو الله أمانيو أونك أنحريس بدنا صلى الله عليه وسلم سبر كيسة بدنا صوبنا دقن كيسة سنكون نافلة أسهلنا كوثر بو ربي سييو كسر ريسي كو وحشيغا سبحانه وتعالى إن شانئك هو الأبتر كشرير شرلياشو شأنيجي سمدوينو صوباني نبيجينا سمان فروي سر مقاب سحر لا يملب سافي أهوي ربي يو شفاعو نغسيو سفكيسا نغتوسي اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا
اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا تنفد، ونسألك مرافقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى جنة الخلد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربي هب لنا من الصالحين. ربي اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه كان غفاراً.